حياة سلطان وحريمه. بعد شوية راح نقول لكم فخامة جناح السلطان فندق كومبلسك. هذا ما شاء الله تبارك الله المدخل حق الجناح. هنا طبعا صالون الاستقبال. زي ما انتم شايفين مظل درجة أولى على الفسفار. ونكمل جولتنا. ما شاء الله ما تصور قديش الجناح جدا كبير. هذه غرفة النوم. ما شاء الله تبارك الله. طبعا الجناح هذا ممكن توصل له عن طريق الهليكوبتر. شايفين كيف هنا مخصصين مكان الهليكوبتر، توقف الطيارة وتطلع على الجناح. طبعا غرفة النوم في حمام ملكي خاص. الحين داخلين على غرفة النوم الرئيسية حقت السلطان. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذه غرفة النوم طبعا. مع غرفة النوم في حمام ملكي خاص. والحمام التركي تبعهم كله. يعني انت بتعيش اجواء السلاطين لازم تجي في هذا الجناح. ومن غرفة النوم اطلالة مباشرة برضو على البسفور.